في سورة البقرة تسمى بآية الكرسي. سورة البقرة مششو آيات شأش يتسو سورة آيات الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة بغمبارم صلى الله عليه وسلم جئاش آياتر جشم يجام لم يزل عليه من الله حافظا حتى يصبح. يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا إلى الصباح. آل حشوم قي خمانوش آياتر جشم يجام يجار بشجر قصف آل حشوم قي خمانوش ولا يأتي الشيطان إلى الصباح شيطاني بغدا حفنو أم شجر قمساو